شيدت في العام 1233 ميلادية في عهد الخليفة العباسي المستنصر بالله، لهذا أطلق عليها المدرسة المستنصرية. السلام عليكم. طبعا المساحة اللي أخذتها المدرسة المستنصرية تقريبا 4600 وكذا متر مربع على نهر دجلة، معروفة ولحد الآن قائمة وشامخة وموجودة على نهر دجلة كأثر بارز وعظيم حقيقة، يشير إلى مدى تطور وتقدم الدولة العباسية بذيك الفترة. المدرسة هذه اللي قبل ما نحكي عنها وعن تفاصيلها، هسا أي واحد من عندنا لا راح وبس يباوع على الحائط مالته الخارجي أو يدخل جوا، يدخل الباحات، يباوع الممرات، يشوف فدراحة نفسية غريبة. طبعا هذا أثر نوعية البناء اللي يتلائم مع أجواء بغداد. ليش دائما بغداد نشوف الطابوق هو أساسي بالعمران وبالتغليف وبالكذا؟ الطابوق دائما يمتصل الحرارة وما يعكسها، بالعكس فتشوفه دائما هو بارد، ألوانه صحراوية مريحة للعين، ماكو هذا مثل ما نشوف هسه هذا التغليف والكربون اللي شوه الهوية العمرانية لبغداد. فتشوف الحيطان، تشوف البناء شلون ضخم، تشوف النقوش اللي عليها، الكتابات اللي عليها، النافورة اللي بالنص، الساعة القديمة اللي موجودة بها، ساعة عجيبة غريبة على أوقات الصلاة بذاك الوقت، يعني فد تطور كانت عالية الدولة العباسية على أعلى مستوى. طبعا المدرسة المستنصرية على هاي المساحة مبنية من طابقين وبها تقريبا 100 غرفة بين صغيرة وكبيرة، عدا الأواوين عدا القاعات. فد عمران وفد مكان أثري ضخم جدا ومهم جدا وعظيم، يعني هسه تقريبا خلينا نقول صار له 1000 سنة راح يصير، أو 800 سنة. المدرسة المستنصرية بذاك الوقت بها مكتبة كانت، ومكتبة ضخمة جدا تحوي 450,000 كتاب، هذا اللي سجلوه المؤرخين وكتبوه ويعني أصروا عليه. طبعا تعرضت بغداد إلى احتلال المغولي بعد بنائها 20 سنة، بس ظلت مستمرة، وهذا الشيء ما أعرفش عجب، يعني شيء غريب. بس تيمور لينك وراء حفيد الهولاك وراء 150-200 سنة هدم المدارس ونكل بالمدرسين والأساتذة والعلماء وتوقفت ورجعت، ظلت تقريبا قرنيا هي تشتغل أو ثلاثة لحد 1600، يعني 1638 توقفت الدراسة بها نهائيا وظلت على حالها. همزين بقونا الطابوقات وبقونا عمرانها كأثر من الآثار المهمة اللي بعدين يعني حصل على صيانة لمرتين آخرها بالسبعينات، يعني بداية السبعينات، وقبل فترة هم كان عليها صيانة. مدرسة المستنصرية من الآثار المهمة لبغداد، والمشكلة إنه إحنا دائما نلقاها مسدودة مرات، يعني يا ريت لو تكون محطة للسياحة ومحطة ل يعني المدارس يجون يزوروها بزيارات دورية حتى يشوفون بغداد قبل ويشوفون آثارهم ويتواصلون مع تاريخهم. والسلام عليكم.